خطفت الفنانة هنا الزاهد الأنظار بفستان زفافها الذي ارتدته وحمل توقيع مصمم الأزياء سامو هاجراس، وذلك بفضل ستايل سندريلا وتطريزه بالكامل على نحو أنيق للغاية. وكشفت مصممة الأزياء رشا أمين عن سعر فستان هنا الزاهد الفخم، وهو أنه يتراوح ما بين 100,000 إلى 150,000 جنيه، حيث أنه استغرق حوالي 5 أشهر من أجل تصميمه بحسب تصريحها لموقع الفجر. هنا الزاهد سحرت العيون بفستان زفافها الذي جاء باللون الأبيض وأكمام طويلة وتنورة واسعة ممتدة بزيل طويل منقوش لتشبه أميرات قصص الخيال وعالم ديزني، وحمل توقيع المصمم سامو هاجراس. وكانت هنا الزاهد أطلت بثلاث فساتين في حفل زفافها، فجاء الفستان الأول والذي حضرت به جلسة التصوير ناعما قصيرا مزينا بالريش. أما الفستان الثاني فكان الفستان الخاص بإطلالتها الرئيسية والذي حمل طابع أميرات ديزني، بينما جاء الفستان الثالث ناعما خاليا من التفاصيل الثقيلة حتى يسهل حركتها. إطلالتي شقيقتي هنا الزاهد في زفافها إحداهما أطلت بشرط. مثلما تصدرت إطلالة العروس هنا الزاهد مواقع التواصل، فحازت أيضا إطلالتها شقيقتها فرح ونور الزاهد على اهتمام الكثيرين، خاصة مع تداول صور مقربة كشفت فساتينهما بوضوح. شقيقات هنا الزاهد فرح ونور ارتديا فساتين من اللون البيج، ولكن كل منهما اختارت تصميما مختلفا، فأطلت فرح الزاهد بفستان ضيق وطويل مجسم على القوام وبأكمام طويلة، وكان من تصميم المصممة راندا يسري. كما اعتمد فستان فرح الزاهد على التطريز البسيط من أعلى بفصوص صغيرة لامعة لتختار تسريحة شعر ناعمة عبارة عن زي الحصان مع غرة أمامية. الزاهد فرح حبيبة قلبي وبنوتي القمر. قمر قمر، استني ما أصور فستانك الجميل. لفيا لفيا فرح. يجنن. عارفة عاملة زي سندريلا. لا رندا يسري اللي عاملاه. جميل قوي حبيبتي يا طنط. جميلة قمر. أما نور الزاهد فاستطاع تصميم فستانها أن يتصدر مواقع التواصل، خاصة وأن الصور المقربة كشفت تصميمه بوضوح والذي يعتمد على شرط مطرز بالكامل.